السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس في المغرب ابتداء من هذا المساء إن شاء الله سوف نقدم لكم آخر التفاصيل وآخر مسجدات والمود المعنية بالتفصيل. فأولا أخي أختي، إذا كنت تشاهد القناة لأمر فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشراتنا إن شاء الله، وشكرا لكم جزيل الشكر. ومن خلال تحليلنا للصورة الساطرة تبين أجواء غائمة خصوصا على كذلك المناطق كذلك الوسطى الداخلية وكذلك على سوس وشمال أقاليم جنوبية المملكة والواجهة المتوسطية وغرب المملكة سوف تكون أجواء نسبيا غائمة، ويتوقع بإذن الله اضطرابات جوية إن شاء الله سوف تستمر على عدة مناطق من المملكة وعواصف رعدية جد غزيرة إن شاء الله كما هو مبين لكم في هذا النموذج الأوروبي. تساقطات جد معتبرة وغزيرة إن شاء الله في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أمطار ورياح قوية، أمطار حاضرة سيدي سليمان وقرية أبو محمد وتاونات، وأمطار حاضرة إن شاء الله على الرخميسات مكناس فاس مكناس وتهلا وسكرمتاز وإفران والمس خنيفرة خريب قلقارة برشيط سطات ولاد فرس سيدي بنور البروج قلعة الزراغنة سيدي بوعشمان وكذلك أكادير بوعشيبة وكذلك شيشاوة وكامدن أوزمز إيمنتانوت مراكش وكذلك ورزات بإذن الله وتازناخ. تساقطات رعدية محتملة إن شاء الله قد تكون تضرب بعض المناطق وبعض المناطق لا، لأن عواصف رعدية صعب التكهن بها، وأمطار حاضرة كذلك على الجنوب الشرقي على فم مسجد وطاطا، تساقطات رعدية جد غزيرة وأمطار معتبرة في بعض الأحيان وبعض الأحيان تكون خفيفة وضعيفة وبعض الأحيان متفرقة كما هو مبين لكم، وعموما ستكون أمطار غزيرة معتبرة على مرتفعات تبانت وكذلك كذلك تارودانت بإذن الله، تساقطات رعدية جد معتبرة الفترة الليلية، فيتوقع استمرار بعض الزخات المطرية خصوصا على مرتفعات تبانت ومراكش وخنيفرة وابن ملال بإذن الله مع أجواء غائمة إن شاء الله. انتظرونا في نشراتنا القادمة.